بعد موسم قعدنا فيه سنة وشهرين وخمس أيام بالظبط، موسم جديد بدأ للكورة المصرية، ويا عالم هينتهي إمتى. ومع بداية الموسم الجديد حابين نحط نقط على الحروف عشان نبقى كلنا على نور من البداية. كل مسابقة بيبقى ليها قوانينها ولوائحها اللي بتنظمها، وإحنا كمان في الدوري المصري لينا لائحتنا وقوانيننا اللي ما بنبقاش عارفينها ونتفاجئ دايما بيها مع كل قرار. تعالوا نشوف أبرز بنود لائحة الدوري المصري لموسم 2020-2021. في حالة التساوي في النقاط يكون الفيصل بفارق الأهداف ثم صاحب العدد الأكبر من الأهداف، وفي حالة التساوي بنعتبر أن الفريقين متشاركين نفس المركز، بس ده إلا لو كانت المنافسة على أحد مراكز الهبوط أو المربع الذهبي. في مراكز الهبوط والمربع الذهبي بيكون الفاصل كالتالي: النقاط ثم المواجهات المباشرة بدون النظر لصاحب الأرض، لأن تقريباً تلت ماتشات دورينا بتتلعب على ملاعب مختلفة أساساً، ثم فارق الأهداف، ثم الأقوى هجوماً. لو اتعادلوا في كل ما سبق نحتكم إلى مباراة فاصلة، وفي حالة التعادل نلجأ إلى ركلات الترجيح مباشرة. حالات الانسحاب: بيعتبر الفريق منسحباً في الحالات دي إذا أعلن الانسحاب من المسابقة بعد إعلان اتحاد الكورة لجدول المباريات، إذا تأخر فريق عن الوصول إلى المباراة لأكثر من 20 دقيقة، إذا امتنع عن حضور المباراة، وإذا غادر الملعب قبل نهاية المباراة. عقوبة الفريق المنسحب من أحد المباريات هي اعتباره خاسراً 3-0 وخصم 3 نقاط إضافية وغرامة 1,000,000 جنيه. وفي حالة انسحاب نفس الفريق من مباراة أخرى بيعتبر منسحباً من البطولة كلها، وبالتالي الهبوط لأقل درجة في الكرة المصرية وتقليل عدد الهابطين للمسابقة عشان يبقوا 2 بالإضافة للفريق المنسحب. أرقام اللاعبين: مفيش 77 و80 زي إيطاليا مثلاً ورونالدو نازاريو. الأرقام من 1-30 للاعبين فوق السن، من 31-99 للاعبين تحت السن، واللي ياخد رقم ما ينفعش يغيره إلا لو مشي، وقتها النادي يقدر يدي رقمه للاعب تاني. كل فريق ملزم بطباعة رقم اللاعب على ظهر قميص كل لاعب والجانب اليمين من الشورت. حابب تتكرم وتحط اسم اللاعب كمان فبراحتك. الإعارات: مفيش حاجة اسمها لاعب ممنوع من اللعب ضد فريقه الأصلي، لغينا بند منع اللاعب المعار من اللعب ضد نادي وبقت غير مسموح تتحط في العقود. شروط المباريات: في كل مباراة لازم وجود سيارتين إسعاف وطاقم عملهم وحمالتين طبيتين، ويكونوا موجودين قبل موعد المباراة بساعتين في الملعب، ودي مسؤولية صاحب الأرض. لو مجوش قبل الماتش بساعتين توقع غرامة على الفريق، ولو مجوش لحد بداية الماتش وتأخروا 20 دقيقة يعتبر الفريق منسحباً ويخسر 3-0. الكولينج بريك مش إجباري، لكن من حق الحكم يستخدم الأوبشن ده ويكون في الدقيقتين 30 و75، وما يطولش عن دقيقتين بأي حال من الأحوال. عندنا كرة رسمية للدوري يجب أن تقام بها كل مباريات المسابقة. ممثل كل نادي بيستلم مجموعة كافية من الكرات قبل بداية الموسم لإقامة المباريات دي. بعد كل مباراة بعشر دقايق يقام المؤتمر الصحفي. كل فريق ملزم بإرسال المدير الفني، مش أي فرد في الجهاز الفني. مؤتمر الفريق الضيف يعقد أولاً ثم الفريق صاحب الأرض، ومدة كل مؤتمر صحفي 10 دقايق. اللاعبين والمدربين الموقوفين أو المطرودين لا يحق لهم المشاركة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. تدابير كورونا: لن تؤجل أي مباراة لأي فريق بسبب إصابات فيروس كورونا إلا لو تجاوز عدد المصابين عنده 16 لاعب من قائمة الفريق الأول اللي هما فوق السن. كل فريق ملزم بإجراء تحاليل رابيد تيست قبل كل مباراة بـ 48 ساعة في أحد المراكز المعتمدة من اتحاد الكورة، وتقديم النتائج قبل المباراة بـ 24 ساعة. عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية زي المسافة بين اللاعبين والجهاز الفني للتباعد والكمامات وعدم المصافحة، كل ده يعرض الفريق إلى غرامة مالية من اتحاد الكورة. الحالات الاستثنائية: وداعاً لسؤال مصير الدولة، في حالة إلغاء البطولة لظروف قهرية فيوجد مصيرين فقط لا ثالث لهما. لو لسه الدور الأول مخلصش يبقى البطولة كأن لم تكن، والمشاركة الإفريقية تكون طبقاً لآخر موسم مكتمل. ولو الدور الأول اكتمل فعلاً
يعني أقيمت 153 مباراة من أصل 306، يتم اعتماد آخر جدول ترتيب في وقت إلغاء المسابقة لتحديد البطل والهابطين والمشاركات الإفريقية، مع الوضع في الاعتبار مبدأ الجدارة الرياضية في حالة عدم تساوي المباريات اللي خاضها كل فريق، بمعنى عدد النقاط اللي جمعها كل فريق مقسومة على عدد المباريات اللي خاضها كل فريق. طيب الدوري بتاعنا مطول، فلو خلص الموسم الإفريقي ولسه دورينا شغال، والاتحاد الإفريقي طلب مننا نحدد الفرق المشاركة قاريا الموسم اللي جاي، لو كانت المقاعد اتحسمت فعلا رقميا يبقى تمام، ولو لسه يبقى هنلجأ لمبدأ الجدارة الرياضية برضو وقت الموعد المحدد من الكاف لإرسال أسماء المشاركين قاريا.